طبعا الكلام اللي هنقوله هنا بينطبق على اي توصيلات بتاعت مواسير. فاحنا بنقول انت دلوقتي عايز تطلع فرع من ماسوره، والفرع اللي هطلعها من الماسوره ديت قطرها اكبر من نص الديامتر بتاع الماسوره الرئيسيه، دي هتعملها بتي. انما لو فرعت الماسوره اللي طالعه ديت قطرها اقل من نص الديامتر هتعملها بتيب. طب ازاي الكلام دوت نعمله على الريفت؟ هنلاقي الماسوره ديت، نروح للال البامب روم، الماسوره ديت اللي هي الستاندرد. اوكي، لما نيجي نشوف في الايديت تايب وندخل على الروتينج بريفرنسز هنلاقي ان دوت هي نوع الماسوره ستيل كاربون سكيدول 40، وبعدين في عندك الالبو، انت حددت الالبو. بعد كده البريفيرد جانكشن تايب هي التي، وبعدين حددت نوع التي وهكذا، صح؟ فانت محتاج انك تغيرها بحيث انها تبقى تاب، تمام؟ مش تي. كانسل. نشوف بقى الماسوره الثانيه اللي هي فيها التاب، اللي هي دي ديت انا خلقتها من الستاندرد بايب بس غيرت في الروتينج بريفرنسز. ازاي؟ هيجي هنا عندك ايديت تايب، ندخل ده بعد طبعا التغيير، نفس الكلام ستيل بايب البو. هنيجي بقى عندك في البريفيرد جانكشن تايب، بدل ما هي كانت تي خليتها تيب. وبعد كده في عندك الجانكشن، في عندك فاميليز موجوده اسمها ام برانش كونكشن ثريدد جينيريك ايه ستاندرد. ديت موجوده فين؟ طبعا دي كانت الاول لما كانت تي كنت انت حاطط ام تي ستاندرد، تمام؟ دي لما نجيبها مثلا نقول لود، خلي بالك من مسمى ام برانش كونكشن، ها ام برانش كونكشن لود فاميلي، هتلاقي ان في عندك في البايب في عندي الفيتنج، في عندي الجينريك تقريبا، في عندك في الجينريك ديت في ام برانش كونكشن ثريدد وفي ام برانش كونكشن ويلدد. شوف انت عايز ايه، يبقى ديت هي اللي هتاخدها بدل التي، بدل التي، تمام؟ وهتحطها هنا في الجانكشن بدل التي. فبالتالي كانسل كانسل. لما تيجي بقى هتركب الماسوره بتاعه العداد في الماسوره اللي هي كمان هنا عندك مثلا 6 بوصه او 4 بوصه وات ايفر، فساعتها مش هتعمل لك تي بقى، هتبقى تاخدها زي فعلا ما هو موجود في الموقع وهتركب عليه العداد. يبقى كده احنا عندي الهوك اب اللي موجود على الترومبا ابتدى في عندك في السكشن، عندك او اس اند واي فالف، في عندك سترينر بدل الفورتكس، وبعد كده في عندك الترومبا، ودي موجوده الترومبات ديت موجوده فاميليز، يعني ديت انا جايبها من جرانفوس، في عندك الفاميليز بتاعت جرانفوس موجوده على النت فبتحطها، تمام؟ وبرده عملت لها سيلكشن بحيث ان اخد السايز المظبوط بتاعها. طيب بعد بقى الترومبا دي بيبقى موجود في عندك ايه؟ ادي الترومبا اهو، ده خط السكشن اللي شرحناه. بعد كده عندك في الدليفري برضه هيبقى في عندك العداد اللي موجود وبرضه عليه محبس. ايه بقى دوت؟ دوت بريشر ريليف فالف. بريشر ريليف فالف ايه بقى؟ ايه وظيفه البريشر ريليف فالف دوت؟ هنعرف وظيفته من معرفه ازاي الترومبه بتشتغل. الترومبه بتاعت الكهرباء هتشتغل لو الترومبه الجوكي وهي شغاله ما رفعتش الضغط المطلوب. يعني افترض مثلا انت الضغط بتاع الشبكه 8 بار، فحصل شويه تسريب بتاع فنزلت ليل 7.5، فمش هيقوم الترومبه الكهرباء، لان الترومبه الكهرباء 60 هورس باور، يعني هتعمل راش كارنت كبير قوي، وبعدين هتشغلها عشان يا دوبك تعوض التسريب ده، مش لوجيك. وده هيحصل فيه سايكلينج للترومبه وهتحرقها، لانها يا دوبك عندك تسريب صغير، فالترومبه قد الفيل بتشتغل، وبعدين يا دوبك بعد ثانيه عايزه تطفي، وبعدين يحصل تسريب تشتغل، فمش هينفع.
فبالتالي اللي بيقوم بالدور دوت هو الترومبا الجوكي. بس الترومبا الجوكي اشتغلت وما قدرتش انها ترفع الضغط تاني للثمانية بار، ما قدرتش، فنزل الضغط لأقل من 7 بار، فتبتدي الترومبا الكهرباء تشتغل. طبعا ده اكيد في حد فتح حنفية حريق، في سبرينكلر ضرب، فاذا الترومبا الجوكي مش قادرة تغطي التعويض اللي بيحصل، فالترومبا الكهرباء تشتغل. الترومبا الكهرباء عشان تشتغل لازم تستمر في شغلها 5 دقايق، انت بتظبطها بحيث انها من ساعة ما تشتغل لغاية لما تقفل ما تقفلش قبل 5 دقايق او ممكن اكتر او اقل، بحيث ان انت بتظبطها ازاي، بس جرى العرف انها 5 دقايق على الاقل تفضل شغال. طيب في خلال ال5 دقايق ديت المحبس حنفية الحريق اللي هم فتحوها قفلوها، فهتفضل الترومبة شغالة بس مفيش فلو ماشي في الخط، فبالتالي المية اللي موجودة في الفليوت كيسنج عمالة ترتفع درجة حرارتها، صح؟ فبالتالي هيتحول، ممكن تصل لدرجة ان المية اللي موجودة في الفليوت كيسنج تتحول من الحالة السائلة الى الحالة البخارية. انت عندك 60 هورس باور كلهم عمالين بيتاخدهم كمية المية الصغيرة اللي موجودة في الفليوت كيسنج، فلازم هيتحول من ليكويد لفيبر، 60 هورس باور. يبقى اذا لازم نعمل فلو، لان لو ما حصلش كده هتلاقي بقى الميكانيكال سيل هيضرب وكل حاجة هتضرب والترومبة هتخرج من الخدمة. فلازم نحط عندك ايه؟ بريشر ريليف فالف. البريشر ريليف فالف ده طبعا لان الترومبا اوريدي شغاله ومفيش فلو، فلما الترومبا تشتغل ومفيش فلو فاذا الضغط لازم هيرتفع طبعا للبامب كاركترستيك. انت عارفين في البامب كاركترستيك كل ما الفلو يزيد هتلاقي الهيد يقل، وكل ما الفلو يقل الهيد بيزيد طبعا البامب كاركترستيك، صح؟ فاذا لما يبقاش عندك فلو في السكه فاذا الضغط اللي خارج من الترومبا هيعلى، صح؟ فيحس بيه البريشر ريليف فالف، الضغط عالي مش هيعلى الا لو ما فيش عندك فلو، فبالتالي هتلاقي الفالف دوت هيروح فاتح علشان يسرب لك ميه تعمل تبريد للفليوت كيسنج وتنزله على درين. فاذا في حاجه اسمها بريشر ريليف فالف، وهتلاقيها موجوده ضمن الفاميليز اللي موجوده على الريفت. لو هو الريفت بتاعك نزل كامل هتلاقيها موجوده، لو مش موجوده هتفتح ماي ريفت فاميلي وهتلاقيها موجوده. طيب ريليف للميه، ما خلاص ما فيش بقى، ده هي الميه اساسا مش ماشيه في السكه، فبالتالي لو الميه مش ماشيه في السكه زي ما قلنا فالميه اللي موجوده في الفليوت كيسنج انت عمال تديها انرجي عمال تديها انرجي عمال تديها انرجي، فبالتالي درجه الحراره ترتفع ترتفع لغايه لما تتحول من سائل الى بخار، خلاص بقت الترومبا شغاله على البخار ودرجه حرارتها عماله ترتفع وكل مكوناتها درجه حرارتها عماله ترتفع، يحصل انهيار للميكانيكال سيل والترومبا تخرج من الخدمه. فبالتالي انت بتعمل باص للميه، صح؟ لان هي السكه بتاعتها في الاتجاه ده مقفوله فبتفتح لها في الاتجاه ده، فاذا شويه ميه اللي موجوده في البليوت كيسنج انت عمال تخرجهم وترميهم في الدرين، تخرجهم عشان تاخد الحراره اللي اخذتها نتيجه التشغيل على الواقف. طيب يبقى كده ايه؟ احنا حمينا الترومبا من الانهيار نتيجه التشغيل ومفيش عندك فلوريت. بعد كده بدخل بقى على خط الديسشارج. خط الديسشارج هتلاقي في عندك تشيك فالف وهتلاقي في عندك برضو او اس اند واي فالف. طبعا محمد النهارده اداني معلومه هصحح بيها الكلام اللي موجود، لان عملت خط السنسنج. السنسنج ده ايه؟ مش احنا بنقول الترومبه شغاله تبعا للضغوط، فاذا لازم في حاجه تحس بالضغط، صح؟ ففي حاجه اسمها سنسنج لاين. السنسنج لاين ده بقى رايح فين؟ رايح اهو، ادي الخط اللي احنا ماشيين فيه، خط السنسنج لاين اهو ماشي ماشي، رايح فين؟ رايح اهو ماشي، رايح لايه؟ للباور بانل بتاعت الترومبه، رايح للباور بانل بتاعت الترومبه. يبقى عندك ميه رايحه لوحه الكهرباء بتاعت الترومبه، اه بس طبعا يعني الميه دي مش داخله بقى بترش ميه جوه المكونات، لان من ضمن المكونات بتاعت لوحه الكهرباء ديت
بيبقى في حاجه في سولونويد فالف، سولونويد فالف، وفي كمان مجموعه بتاعت البريشر سنسور، البريشر سنسور. فاذا